باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح أعزائي متابعي برنامج أبناء الرافدين، وحلقة جديدة وبعنوان من مسلم إلى كارز في المسيح، من ظلال الظلمة إلى النور، من الإسلام إلى المسيحية. دعونا نفتح الكتاب المقدس الأعمال الرسل 8 ونقرأ من عدد 4 إلى عدد 8. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكانت جموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم للآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفيوا، فكان فرحا عظيم في تلك المدينة. آمين. بسبب الكارزين بالكتاب المقدس هناك ناس يسمعون إلى كلمة الله، وكلمة الله تلمسهم وتغيرهم، ومكتوب كلمتي لا ترجع إلي فارغة أيضا. فلذلك آمن أحد أخوتنا في جسد المسيح الذي هو اسمه حيدر. خلونا نستمع إلى اختبار حيدر. سلام المسيح عزيزي حيدر، تفضل اتكلم اختبارك. سلام المسيح لك قس بشار، سلام المسيح لكل الأخوة اللي يشاهدون البرنامج ولا قناة الحياة التي هي صوت المسيحيين في كل هذا العالم. ربي يبارك حياتكم بلقكم بالنعمة، وياكم أخوكم حيدر خالد. أنا من العراق، مسلم سابقا من القومية الكردية، تركت العراق 2015، هاجرت إلى فنلندا، تعرفت على بعض الأخوة المبشرين بكلمة الرب، أعطوني الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد. لم أقرأ الكتاب لأن ما كان عندي اطلاعات على أي أمور دينية. بعد هذا الشيء بسنة ونص تعرفت على شخص عابر دعاني للكنيسة، من رحت وياه دخلت بالكنيسة، لاحظت أكو طاولة موجود عليها الكتب المقدسة مثل إنجيل متى، مرقس، لوقا، يوحنا. هذا الشيء كل شيء لفت انتباهي لأن حجم الكتب كان صغير عكس حجم الكتاب اللي يمي أنا بالبيت. أخذت إنجيل مرقس وجبته وياي للبيت واتصلت بصديقي وقلت له شنو الفرق بين هذا وهذا. قال لي حيدر هذا الكتاب اللي يمك أنت القديم، العهد القديم والعهد الجديد، والكتاب هذا اللي أنت أخذته العهد الجديد حسب البشير مرقس. هنا يعني تركت الموضوع. بعد شهر زمان صار عندي وقت فراغ ووقت قرأت الكتاب المقدس العهد الجديد إنجيل مرقس، واللي لاحظت بي لم أقرأ اسم أحمد أو اسم محمد. هنا يعني صار عندي فضول أقرأ الأناجيل الأربعة، قرأت الأناجيل الأربعة كذلك ما لقيت هذا الشيء. هنا اتصلت بصديقي وقلت له فهمني على هذا الموضوع. قال لي حيدر هذا الموضوع فقط في الكتب الإسلامية وهذا كلام تلفيق على شخص الرب يسوع المسيح. هنا يعني صار عندي فضول كلش قوي، قلت لازم أرجع للقرآن وأقرأ القرآن بطريقة يكون أفهم. رجعت للقرآن وقرأت القرآن، لاحظت أنه الله تصرفاته في القرآن تختلف عن الكتاب المقدس. الله في القرآن يكره، الله لا يحب، الله لا يسامح، الله يشتم في القرآن عكس الكتاب المقدس. الكتاب المقدس الله محب، الله يوحد كل الناس، الله مضحي بدليل ضحى بابنه الوحيد من أجل غفران خطايانا، الله يسامح حتى المجرم بدليل شاول الطرطوسي الذي سامح الله ولمسه وظهر لذاته وحوله من شاول المجرم إلى الرسول بولس، وقام هو يبشر بكلمة الرب وينشر كلمة الرب. جيت رجعت قلت لازم أبحث أنه كيف محمد ادعى النبوة. رحت على التاريخ، رحت أقرأ على محمد، عرفت أنه محمد لما ادعى نزل عليه الوحي راح على شخص اسمه ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل بعض الروايات تقول عليه هو كان قيس، بعض الروايات تقول عليه هو كان يترجم بالكتاب المقدس، وبعض الروايات تقول عليه كان هو يهودي. هنا عرفت أنه الآيات اللي تخص الأنبياء في القرآن هي كلها من الكتاب المقدس، ومساعدة ورقة بن نوفل محمد كتبها بالقرآن. ورحت بحثت من مات محمد شنو اللي صار، كيف القرآن هو موجود يمنع على صورته الحالية.
رحت عرفت انه ابو بكر اخذ الايات عن لسان الناس اللي كانوا موجودين في ذلك الزمان وسواها على كتيبات، وبعد ابو بكر اجى عثمان اخذ هاي الكتيبات وسواها كتاب واحد وحرق النسخ الاصليه، وبعدين اجى عبد الملك بن مروان بمساعده الحجاج بن يوسف الثقفي نقط القران. هنا نعرف انه القران ليس كلام الله، لان ضافت له ايات كثيره هي اللي في مصلحة الناس اللي كانوا مستلمين زمام الأمور في ذلك الزمان. وعرفنا أنه القرآن صور الأنبياء انوخذت من الإنجيل ومن التوراة بمساعدة ورقة ابن نوفل، والقصص الباقية اللي انكتبت اللي تأيد محمد على الغزوات وعلى اغتصاب النساء، هذه هي من محمد نفسه. هنا تركت الإسلام أنا تماماً، عرفت هذا الكتاب ليس من الله ومحمد ليس نبيا مرسل من الله. قمت اسوي لايفات بث مباشر واتكلم بهذه الامور. بسبب هذه الفيديوهات اللي كنت اسويهن تعرضت للحادث الشروع بالقتل، وبسبب هذا الحادث الشرطه الفنلنديه دخلت ونقلتني المحافظه اخرى. في هذه المحافظه الاخرى تعرفت على قس اسمه القس جوني. هذا القس جوني قال لي راح ادخلك بكورس تلمذك عن الكتاب المقدس ولكي تفهم الكلمة وتفهم من هو الإله الحقيقي. بعد هذا الشيء بثلاثة أسابيع القس دون دعاني أن أذهب إلى هلسنكي إلى كنيسة عربية لكي أسمع بها اختبارات الناس العابرين أو الناس المسيحيين وكيف الله غير حياتهم. رحت لهلسنكي للعاصمة، رحت شفت كثير من الناس العابرين يتكلمون اختباراتهم، وركزت على شخص حسيت انه دا يصير وياه نفس اللي يصير وياي، دا يقرا الكتاب المقدس بس ما دا يفهم معناه بالضبط، اكو امور كثيره ما دا يقدر يفهمن. من رجعت للبيت دخلت لغرفتي ركعت للرب قلت له يا رب انا تركت الدين الاسود اللي كان كلامه تلفيق عليك انت يا رب، يا رب انا تركته، تركت هاي الظلمة كنت بيها، يا رب أني جيت لك، يا رب أني فتحت لك قلبي، أريد تفتح عيني وترفع الغشاوة من عيني لكي أفهم كلمتك. من قمت بعد ما كملت الصلاة حسيت بنفسي جسمي صاير مي عرقان، وبعد هذا الشيء رحت للدرس وحسيت أنه الكتاب المقدس انفتحت الأوراق قدامي وقمت أفهم الكلمة الحية الفعالة. وهناي قمت أفهم الكتاب المقدس وعرفت من هو يسوع المسيح وما معناه أنه الله تجسد ولماذا الله ضحى بابنه الوحيد من أجل غفران خطايانا. وهناي أنا تماما آمنت برب المجد يسوع المسيح. والشيء الأكثر لمسني أنه القس جوني طلب من عندي انه اترجم انجيل مرقس للغه العراقيه العامه، لان هو قال الانجيل مترجم لكل اللغات عدا اللغه العراقيه العامه مثل ما هسه انا دا احكي وياكم. فترجمت الكتاب طول الموضوع 12 يوم، ومن جيت قرات الكتاب وعرفت انه كلمه الرب تترجم لكل اللغات، لان الله كتب كلمته ونزل كلمته بلسان يسوع المسيح لكل الناس ليس لفئة محدودة، الله لكل الناس والله موجود. والموضوع الأكثر اللي لمسني الحقيقي اللي حسيت به، بحيث من كل ما كنت أجي أرد أسوي الخطيئة اللي كنت أسويها بالسابق أحس درع من الروح القدس يحصني شخص يشتفني ما يخليني أرتكب أي خطيئة، ما يخليني أسوي أي شيء كنت أسويه بالسابق. وهنا عرفت انه رب المجد يسوع المسيح معي في كل زمان وكل مكان، وقمت من احكي مع الرب، الرب يجاوبني من خلال الكتاب المقدس، وكل كلمة بالكتاب المقدس اقراها احس انه الرب يوجهها الي. وهنا عرفت الهي الحقيقي، الهي الذي يحب كل الناس، الهي الذي ضحى بابنه الوحيد من أجل غفران خطايانا، إلهنا العظيم، إلهنا الحبيب يسوع المسيح له كل المجد. وأنا أدعو من خلال هذا البرنامج الجميل، من خلال برنامج أخونا القس بشار، أنه يصلي لكل شخص
لم يقرأ كلمة الرب، لم يعرف إلهنا الحقيقي من هو. أدعو المسلمين أنه يقرون القرآن ويكشفون حقيقة محمد المزيفة، ويقرون الكتاب المقدس ويصلون للرب أن الله يلمسهم ويفتح عقولهم ويفتهمون كلمة الرب الحية الفعالة. الرب يبارك بيكم، وأشكركم أني لاستضافتي لهذا البرنامج الجميل على قناة الحياة، على القناة التي تمجد اسم الرب وتكشف حقيقة الشيطان. الرب يبارك بيك قسيس، وأتمنى أصلي لكل الأخوة لكي يفهمون والله يلمسهم ويعرفون من هو الإله الحقيقي. رب يبارككم، أخوكم حيدر خالد. بعد ما استمعنا إلى أخونا حيدر، نقدر نشوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لح نعرف أنه حيدر يكرز الآن بالمسيح ويبشر في المسيح، أي من مسلم سابق إلى كارز في المسيح. ربي باركك عزيزي حيدر، ويستخدمك ويستخدمك أيضا في حلقات أخرى معنا. سوف نتابع في المستقبل مع أخونا حيدر كيف سيكرز معنا من خلال كلمة الله. ونصلي من أجل حيدر وإلى كل شخص مثل حيدر أن الرب يكون معهم ويشددهم مثل ما كان مع رجال في العهد القديم وفي العهد الجديد، لأن هم الكارزين الجدد، الكارزين في المستقبل. هذا الجيل يجب أن نشجع الجيل الجديد الصغير في الكرازة، الجيل الذي الله ظهر لهم، الذي الله تعامل معهم من خلال خدام ومن خلال كارزين في الكتاب المقدس والكلمة. ونصلي من أجل كل كارز أن الله يكون معه ويسدد احتياجه ويباركه ويبارككم أعزائي المشاهدين. خلونا نصلي. يا رب يسوع، أصلي من أجل حيدر أن تباركه وتحميه وتمد إيدك عليه يا سيد، وتكمل يا رب وتثبته في الإيمان وتقويه. على كل شخص يا رب تعطيه مسحة من الروح القدس وكلام لكي ما يتكلم بكل ما هو منك يا سيد، وبقوة من عليائك يا إلهنا القدوس. وأصلي إلى كل شخص يسمع إلينا في هذا الوقت أو يسمع لنا في هذا الوقت أن يلمسك الرب ويبارك قلبك. إذا كنت مؤمن في المسيح فتذكر أنك يجب أن تكرز باسم يسوع، وإذا كنت لم تؤمن في المسيح أطلب منك باسم المسيح أن تبحث في الكتاب المقدس لكي ما تعلم أن هناك خلاص في المسيح يسوع. سلام المسيح أعزائي المشاهدين ومتابعي برنامج أبناء الرافدين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.